نعتذر مشاهدينا الكرام على ضعف صبيب الانترنت، خليكم معنا مشاهدينا حتى تعرفوا تتمة ديال القصة ديال هاد الأسرة اللي تقلبت حياتهم بسبب السعر. كمل السي موسى. ايوا الانسان خطب هاد ولد الناس، هذا خطبها صافي روح المحالة ولد مع واحد الوليد. انا المهنة ديالي بحري، اش درت؟ مشيت المرسى عند الناس اللي كنت خدام معاهم، كل واحد تعاونوا معايا، كل واحد شي عطاني حبيلات، شي عطاني فريشيات، شي عطاني الزينات، دبرت على شبيكات، صوبت من راسي، وليت كنهود الكوشطة باش كنجيب طرف ديال العيش انا وهاد الناس هادو. صافي بقيت غادي بحال ما هو، والله يخلف على جيرانهم، وهما اللي كنعطيهم الساروت كيردوا لي البال من وراهم، حتى كنجي انا من البحر. هذا الشيء اللي كاين. واليوم الله يجزيكم بخير والله يطولنا عمركم، انا ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير المساعده، العوينات هذا الانسان هذا، لا جاب الله شي محسن تكون شفاء على يديه. اما فاش غنقول لكم شي حاجه اخرى راه ما كايناش، راه يعيال الخوت اللي يعطيو ما يعيال اللي شد، هادشي راه نعرفو، الزمان قاس على اي واحد. انا اللي كنطالب منكم، انا المهنه ديالي بحري، انا اللي كنطالب نخدم قريب حدا هاد الناس باش نوجد لهم ياكل، نوجد لهم غدا، نوجد لهم فطور، نوجد لهم كلشي. باش حنت اللي خطيت هاد الناس اللي خطيتهم انا، ما كاينش اللي غيحط لهم حتى الراب ديال الما فوق الطابله، هادشي معروف ماشي ما معروفش. واش واحد ما عندوش عينيه وامراض عقليه، وحده ما كتهضر ما كتكلم وامراض عقليه، غدير شي حاجه؟ انا ما غيديروا والو، انا ما حطيتهاش ليهم راه ما غياكلوهاش. انا بسببهم هما انا ما تزوجتش. علاش؟ علاش؟ غنجيب هاد بنت، هاد بنت الناس اللي غادي نجيب غنلقى معاها مشكل، غندي واحد الاسم كبير. علاش؟ شحال قد غتصبر؟ غتصبر عامين، ثلاث سنين، خمس سنين، ديروا حنا كاع 10 سنين، واحد النهار غتقول لك ولد الناس واش انا جيتيني باش نخدم على خوتك؟ هادشي راه حنا كنعرفوه، هادشي مباح. غنصدقوا في الفراق، وملي غنصدقوا في الفراق تما هذاك راه بحال قتلتي روح، ملي غتصيفط الانسان عاد والديها لا تابع لا متبوع، راه هادشي اللي كاين هو هذا، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. سي موسى هاد الشخصيه ديالك يعني ما بغيتش نقولوا راه ما كايناش، لكن نادر باش غادي نبقى بحال انه سمح في حياته، سمح في الزواج، سمح في الوليدات، على اساس باش يقابل خوته، يعني محتاجين الرعايه، محتاجين اللي يجيب لهم كاس الماء، محتاجين انهم يعني يقدم لهم الاشياء اللي بسيطه. يعني كنشكرك من هذا المنبر، يعني كما كنقولوا الله اللي غادي يخلصك. كنطلبوا من المحسنين انهم يتفاعلوا مع هذا الاسم ديالو، اسم ديالو رشيد، سي رشيد. بعد ما كان الصحيحه ديالو كان خدام، كان ما بين معيه معروف، مشجع ديال الشباب المحمديه، صار بهذا المرض، يعني من بعد جاتو الشلاله ما بقاش كيشوف، ولا طارح فراش، ولا تدخل في الهضره. كذلك الاخت ديالك من بعد خطومه حتى هي حياتها تبدلات. كنطلبوا من المحسنين وكذلك لكان شراقي يدخل على الخط لهذه الاسره، وربا هذا البيت هذا يعني واش ديالكم كارينو شنو؟ المهم ديال الوالدين وهاد ونايض لينا واحد العود، واحد الدري ولد اختي، وواحد الدري اختي، ناضوا باغيين ينصبوا على هاد الناس باكثر من ديالهم، ديالهم حتى واحد ما قلعوا ليهم، ولاو كيتهدوا على هاد الناس بالمحامي باش يخرجوهم صحه من السكن ديالهم. اش كيقولوا هاد الناس؟ كيقول لك مالهم؟ مشيو لدار العزازه، وهاد الناس حتى واحد ما منعهم من ديالهم. واحد الدري اختي وواحد بن اختي في المجموع بجوجهم راه عود. حنا قلنا تاخوهم هما تا هما خوتك، اللي شي باغي يخرجهم وانت حافظت عليهم وتمسكتي بهم ووقفتي معاهم وقفه ديال الرجوليه، ما فهمتش غريب. هاد الناس هادو خوت هاد السيد، خت هاد السيد ولد اختي وهاد السيده اختي، كيتهدوا على هاد الناس باش يخرجوهم صحه من دارهم. اش بغاوني ندير انايا؟ بغاوني نكري باش يحطوا عليا استغلال. انا الله سبحانه وتعالى فيقني، كنت واحد الانسان ما كنصحاش، عفى لي الله من كل شيء. ملي ريحت ورجعت الكاميرا للور، قلت اجي راسي، قلت هاد الناس ماشي خواتات. علاش؟ حيت فاش مرضت امي خونوا الوريقات كاملين ديال الدار وخلاو الدار على الدص. ملي جيت انا من البحر كنلقى ديك البلايصه اللي كانوا فيها الوريقات واحد المخيزن صغير مفرقعينا، درت ديكلاراسيون خدام وعشام، بقيت عام من بيرو لبيرو. إذ القصيره بالعربيه تعرفت محقوره، حتى واحد ما كيستقبلها. هادشي اللي كاين، واللي كذبت عليكم راه الله فوق الجميع.
في الاخر هي ملي وقفت انا على الفينار في المحكمة، قالت لي المحكمة قالت لي دير محامي ولا يتبع لك هاد الدعوة دي، واش انا مسروق؟ الناس انا راه تاهما راه خاصهم راه محتاجين لا محتاجين العوين، راه خاصهم واحد القسمية تكون ليهم تاهما، اللي عندهم في الدار عايش احسن من هاد الناس هادو برزق هاد الناس. مشاهدينا الكرام، يعني السي موسى اللي الاخ ديالهم ما سمحش فيهم، يعني سمح في حياته، سمح انه ما يتزوجش وما يولدش، يعني تمسك بخو ديالو كما كنعرفوا السي رشيد اللي مشات ليه البصر ديالو ولا كيدخل يخرج في الهضره. هاد الناس ما باغين حتى شي حاجه، بغى اللي ينقذهم يدير عمليه باش يحيد جلاله، يعني كما كتعرفوا جلاله كتكون صغيره يوم بعد يوم كتكبر حتى كتسد المكان منين كيشوفوا. كنتمنوا خير، كنتمنوا ان اللي شاف هاد الاسره يدخل على الخط، ما بغيناش نوريو الاخت ديالهم مسكينه راه في حاله كارثيه، يعني تصابت بالسحر من بعد الليله ديال الخطوبه ديالها. كاينه معاناه، كاين ضعف في الامكانيات، خاص اللي يوقف معاهم سواء من كان شي راقي انه كيشاهد المباشر يتواصل مع الاسره، وكذلك المحتوى على الخط ويتعاونوا معاهم، والله اللي غيخلص كل واحد. إلى هنا ننتهي المباشر، دمتم في رعاية الله.